يا ربي اللطف 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 يا لطيف يا ربي اللطف 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 السلام عليكم أصدقائي. فيديو جديد واليوم جديد. اليوم أخوتي غادي نهضر لكم على أمطار غزيرة، العاصفة رعدية، الثلوج، الفيضانات، خاص بعض المدن في المغرب. لعليكم هو تبعوا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. كما شفتوا الفيديو في البداية، فيضان ديال بصح بعض المناطق خاص في المغرب، مراكش، الشيشاوة، تارودانت، الشمال تهوى، بعض المناطق شفشاون، طنجة، تطوان، هاد المناطق كلهم فيهم عاصفة رعدية، ماشي كلشي، ولكن بعض البلايص فيهم أمطار غزيرة. كما قلنا تبعوا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. طلب بسيط اخوتي، بغيتكم تساعدوني باش نوصل القناة ديالي 200 الف مشترك. كلشي يدير ابوني، كلشي يشترك، كلشي بارطاجي، كلشي يدير لايك. تحياتي لكم اخوتي، شكرا لكم على التشجيع ديالكم. وصلنا مليون مشاهده فيديو واحد اقل من 10 سوايع. شكرا بزاف بزاف كاع الناس اللي يدعمونا والناس اللي بارطاجيو لينا والناس اللي دائما كيتبعونا وكيشجعونا، شكرا لكم. ودائما اخوتي فيضان وامطار غزيره والمزيد ديال الفيديوهات زوينين 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 بزاف. المهم صراحه اكتشفنا البارح واليوم امطار غزيره خصوصا النواحي ديال مراكش، اكتشفنا ثلوج بواحد الطريقه خطيره على الزلال على مراكش. تبارك الله، هادشي كامل زوين. وامطار غزيره حتى هي شفناها في مراكش، شفناها في الشمال، شفنا بعض المناطق خاصه لودانت، اكتشفنا بزاف ديال الامطار غزيره في المستوى. هاد الامطار غزيره في صالحنا، هاد الفيضان في صالحنا، خصوصا الفلاحين، الناس اللي كتستافد من الامطار غزيره، الفلاحين، السدود، المهم عامه المغرب كامل كيستافد من الامطار غزيره. الحمد لله والشكر لله بهاد النعمه ديال الله سبحانه وتعالى اللي عطانا العاصفه، واخا تعطلت شويه، تعطل الفيضان، تعطل امطار غزيره بعد المناطق. مع الاسف كنا كننتظروا امطار غزيره وعاصفه رعديه في شهر واحد، ولكن تعطلات شهر ثلاثه، راكم عارفين شهر مارس القضيه كتكون صعيبه على حسب الناس اللي عندهم الزراعه ديالهم. واخا كاين هاد الشتاء ولكن ما يقدروش يحصدوا باقي، ربما على حسب فات الفوت كما كنقولوا، على حسب الزراعه وبزاف ديال الحوايج والجفاف كان في المغرب مع الاسف. ولكن نتمنى ان شاء الله امطار غزيره. بعض الناس يقولوا امطار غزيره في شهر 3 مارس واش مزيانه ولا ما مزيانه. صراحه مزيانه امطار غزيره الفيضان في شهر 3 مارس كتكون القضيه مزيانه، غير هي ما جاتش في الوقت ديالها. دابا ربما امطار غزيره الوقت ديالها هو شهر 11، شهر 12، شهر 1، شهر 2، شهر 3 كما قلنا بحال الا فات الفوت، ما بقاتش كتعطي المعنويات ديالها، خصوصا كما شهر 1، شهر 2 ولا شهر 12 ولا شهر 11. ولكن الحمد لله والشكر لله شهر 3 كيكون فيه امطار غزيره، كتعطي شويه، ما كتعطيش 100%، 60%، 70%، كما كيقولوا وقت الخير ينفع الحمد لله. امطار غزيره كما قلنا باقي مستمره في مراكش. ايوا الرصاد الجويه، حاله الطقس، هادشي اللي قالوا بانه امطار غزيره بعض المدن في المغرب. حذاري ثم حذاري من الفيضان، ثم حذاري من الويدان.
راه بارما يهاجم عليكم شي واد وسبب لكم الكارثه. راه ديجا شفنا 2020 شنو وقع، شفنا 2021 شنو وقع، 2022 ما شفناش العاصفه وما شفناش الفيضان. بالنسبه لي شفنا حاليا الجفاف. مع الاسف اخوتي نتمنى ان شاء الله يكون خير، هادشي كنتمنوا باذن الله. بارطاجيو لينا، اشتركوا في القناه ديالي، وشكرا لكم على المشاهده ديالكم. بزاف ديال الناس باركوا ليا من المشاهده اقل من 10 السوايع، الحمد لله والشكر لله. صراحه خدمت، والبطل كيبقى البطل، والمغامر كيبقى المغامر، والحمد لله هادشي كان بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى. صراحه مليون مشاهدة، خليت اللمسة ديال في الفيديو، خدمت وكثر من 9 شهور تقريبا كنخدم على هذا النيفو على حساب هذه المشاهدات. وهذه غير البداية، كما قلنا شحال هذه أقل من شهرين ولا 3 شهور قلنا بأنه راه هذه غير البداية، كنوصلوا 400K 500K، كاين واحد النهار غادي نوصلوا مليون مشاهدة. دابا حاليا الحلم تحقق، الحمد لله وصلنا مليون، ومن بعد علاش لا نوصلوا 2 مليون، كل فيديو نحطوه نوصلوا فيه 2 مليون 3 مليون باذن الله، نخدموا على هذا النيفو ديال 2 مليون باذن الله، وكل شيء ممكن. مع مستقبل ان شاء الله غادي تشوفوا المشاهدات كثيره على الفيديوهات ديالي، كل واحد كيفاش كيخدم. اول مغربي كيدير هذه الطريقه كيعاود الفيديوهات، ربما نحط لكم فيديو اليوم، غدا ولا بعد غدا نعاود لكم فيديو، ربما حطيت لكم فيديو. المهم نتمنى ان شاء الله يكون خير، نتمنى امطار غزيره من جديد في بلادنا. ايوا نتمنى الفيضانات، نتمنى ان شاء الله يكون خير. ايوا نتمنى الفلاحين يستافدوا، ايوا تكون القضيه زوينه، حيت على حسب امطار غزيره ربما طاحت الامطار غزيره على الاراضي ديال المغرب، ارضنا. من بعد تقريبا 10 ايام كينوض الربيع، كينبت هذاك الربيع. ايوا 20 يوم الشهر تقريبا البهيم والاغنام والماعز والجمال كتشبع الربيع. ملي كتشبع هاد الربع مدة شهر ولا شهرين ولا 3 شهور كيديوها للسوق، ملي كيديوها للسوق كيبيعوها للكسابة، كيستافدو من الكسيبة ديالهم وكيجمعو الصرف ديال بصح. كتلقى الكساب بخير جامع الملايين. ملي كاين هاد العاصفة رعدية والربيع والقضية زوينة، ربما كان جفاف القضية عند الكسابة كيعانيو مساكن والقضية ديالهم ما كيكونوش عندهم الفلوس، كتكون عندهم الازمه، كيسلفوا بالكريدي وزيد بزاف ديال المشاكل. ولكن بالنسبه الفلاح شنو الهدف ديالو؟ هو طاح الشتاء ويكون الربيع، ومن بعد يصدر الاغنام ديالو يبيعهم باش يستافد منهم. نتمنوا لهم التوفيق. غير حكيت لكم بعض الناس اللي ما كيفهموش، كاين بعض الناس ما فاهمينش، ما عندهمش الخبره بزاف في الفلاحه، ما عندهمش الخبره شكون كيستافد في الشتاء وبزاف ديال الحوايج. وقررنا باش نكتشف لكم التفاصيل على هاد العاصفه رعديه وامطار غزيره شكون كيستافد فيها بزاف بزاف. عامه المغرب كامل، ولكن الفلاحين 100% هما اللي كيستافدوا بزاف. اما بالنسبه شخص ربما في المدينه ما عنده حتى حاجه، ما وكاين الشتره مزيان ما كايناش هادشي اللي كاين. قال لك اسيدي حنا ما عندناش مشكل، ما مستافدين والو، لا كاين الشتاء. ايوا الله يهدي المخلق. باش نحكي لكم امطار غزيره، راه ملي كتكون العاصفه كتكون امطار غزيره، راه الخير عامه كيكون في المغرب. عامه كلشي كيخدم وكلشي كيكون زوين، وكتكون الطبيعه كتستافد. بعض الناس اللي كيتوجه في المدن، باش نكون واقعيين، ملي كتكون العاصفه كيكون الربيع، ملي كيكون الربيع الناس كتخرج وكتفوج في الربيع كتسارى. وبحال الا كاين الربيع بحال الا ما كاينش، الا كان الربيع الناس كتفوج وكتعيش لحظات رائعه جدا خارج المدينه، كيكون زوين طوب بزاف بالطبيعه ديالو وبزاف الجمال ديالو. ربما كاين الجفاف ما كاين ما يتكتشف على برا، باش نكون واضح، هادشي باش نوضح لكم. جميع المغاربه كيستافدوا من امطار غزيره والربيع وكلشي بالنفع، هادشي اللي كاين امطار غزيره بالنفع. نتمنى اخوتي الفيديو عجبكم، غادي نحاولوا نبحثوا ونبارطاجيو معكم افضل اوديه خاص في المغرب، توصلنا بشي حاجه غادي نبارطاجيوها معكم. اللي عليكم هو اشتركوا في القناه ديالي، ما تنساو اخوتي طلب بسيط، ساعدونا باش نوصلوا القناه 200,000 مشترك. ونعاود نقولها شكرا لكم على الناس اللي كيتبعونا اللي كيبارطاجيو لينا
على الفيضان. شكرا لكم كاملين، هذه غير البداية، ان شاء الله غادي تشوفوا المزيد باذن الله بالنجاح والتوفيق ان شاء الله باذن الله. والموعد ديالنا فيديو جديد باذن الله. تهلاو.